للحديث أكثر بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها ثوار تشرين وترتكبها القوات الحكومية والميليشيات التابعة إليها، تنضم إلينا عبر الهاتف من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. دكتورة فاطمة، بداية أهلا بك. وثقتم في المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب انتهاكات حكومة الكاظمي في أيامها الأولى، ما هي أبرز ما يمكن قراءته من هذا التوثيق؟ أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. نعم، في الحقيقة يعني منذ أن تولى الكاظمي الحكومة الجديدة لم يتغير حال المتظاهرين وما يتعرضون له من انتهاكات وقمع حكومي وميليشياوي مستمر. يعني في التقرير الذي قمنا بتوثيقه كانت هناك يعني مختلف انواع الانتهاكات، من اختطافات، من اغتيالات، من قتل مباشر طبعا قامت به القوات الحكوميه بالاضافه الى الميليشيات. حتى يعني وصلت ان احد وزير الماليه قام باصدار اوامره بدهس احد المتظاهرين. قمع مستمر للمتظاهرين، الهجوم واقتحام ساحة التظاهرات مستمر وبمختلف أنحاء المدن العراقية. لم يستن طبعا من هذه الانتهاكات لا الرجال ولا النساء. النساء أيضا على حد سواء، طبعا كانت عملية اختطاف الناشطة أم علي من ساحة التحرير يعني من أبرزها. طبعا الاختناق الإصابات بالاختناق نتيجة استخدام الغاز المسيل للدموع، والذي يعني ثبت أنه يعني في العراق يعني أصبح من أنواع المحرمة دوليا. نعم. دكتورة فاطمة، تعلمين أن الانتهاكات لم تتوقف إلى الآن وازدادت بعد تسلم الكاظمي الحكومة أو بعد تشكيله للحكومة، رغم إعلانه عن تشكيل لجان تحقيق هدفها وعملها محاولة التحقيق في مسألة انتهاكات تعرض إليها متظاهرون. ما هو تقييمكم لسياسة حكومة الكاظمي تجاه الملف الحقوقي؟ كيف تتخيلون تعامل هذه الحكومة؟ بالحقيقة يعني أصبح الأمر واضح، يعني يعني في غضون أيام أفصحت حكومة الكاظمي عن نواياها وعن ما يعني تمثله لها التظاهرات، وسياستها واضحة منذ البداية، وهي في الحقيقة استمرار، يعني ليس هناك فرق بين ما يقوم به الكاظمي وبين ما قام به عادل عبد المهدي وغيره ممن سبقوه من نصبوا على رأس الحكومات في العراق. الجميع يسيرون على نفس النهج، الرافضين لأي حوار، رافضين لأي إصلاحات، رافضين لاحترام حقوق الإنسان في العراق، مصرين على التمسك بمناصبهم وكراسيهم وتنفيذ الأجندات الخارجية التي يؤمرون بها. وأولها هو يعني قمع كل من يعارض هذه الحكومات. نعم. دكتورة فاطمة، جاء في تقريركم أيضا أن عناصر من قوات مكافحة الشغب اعتدت على 3 من الصغار السن، يعني 3 أطفال أعمارهم تقع ما بين 16 إلى 20. كيف تقرؤون المشهد في ظل هذا التحول النوعي للقمع ضد الثوار من قبل الميليشيات والقوات الحكومية؟ يعني هذا يظهر يعني مدى الحقد الذي يعتمر صدور هؤلاء من قوم بهذا الفعل الشنيع، يعني اختطاف وتعذيب شنيع، يعني الصور مروعة، إضافة إلى اغتصاب هؤلاء وهم يعني جميعهم صغار في السن، يعني هناك يعني لا يمكن ان يوصف الا بانه حقد يعني دفين، وحقد قائم على اساس ان هناك عمليات ممنهجه لغسل من يقومون بها، غسل العقول من يقومون بها بهذه الافعال الشنيعه، وتصوير ان هؤلاء المتظاهرين اعداء لكم ويجب الانتقام منهم ويجب يعني اهانتهم بهذه الطريقه وارتكاب وحلال عليكم ارتكاب اي انتهاك واي عمل ضد هؤلاء. وقد يعني حتى تصريحاتهم يعني اثبتت يعني مدى تمسكهم بهذا الراي، ان هؤلاء المنتفضون، هؤلاء المتظاهرون، هؤلاء الثوار هم اعداء،
أعداء ويجب القضاء عليهم بكل السبل وكافة الطرق. نعم. دكتورة، هناك فتاوى صدرت ووجهت إلى القوات الحكومية والميليشيات تبيح وتجيز قتل المتظاهرين، ألا يشكل ذلك جريمة من منظور القانون الدولي الإنساني؟ نعم بالتأكيد، يعني التحرير هو جزء من هذه الجرائم، خاصة وأن هذا التحرير يصدر من زعماء ويصدر من مراجع وغيرها، وهذه يعني تشكل يعني سابقة خطيرة، خاصة وأن نعرف أن في العراق الآن أصبحت يعني الالتزام بالتعليمات المراجع الدينية والالتزام بتعليمات الزعماء يعني أصبح يعني شيء مقدس بالنسبة لمن يتبعون هذه الفئات. إذن فأي يعني عمل يقومون به هو بالتأكيد صادر نتيجة أوامر تصدر لهم. نعم. تصدر لهم من هؤلاء المراجع ومن خلال هذه الفتاوى التي هي أصبحت من ضمن هذه الفئات التي يعني تصنف كمرتكبي مثل هذه الانتهاكات وهذه الجرائم الخطيرة. نعم. في سؤالي الأخير، وفي تعاملها مع ملف الحقوق والحريات، دكتورة فاطمة، هل تجدين أن حكومة الكاظمي الوليدة من قبل أيام ستختلف عن سلفها من الحكومات السابقة؟ يعني في الحقيقة يعني الحرية التعبير وغيرها من هذه هي فقط مجرد شعارات وحبر على ورق، حتى لو أنه موجود في دستورهم الذي يعني يتبعونه والذي يقدسونه، فهم لا يعني لا يطبقونه على أرض الواقع. هذه فقط مجرد دعاية أمام الإعلام العالمي للإشارة أن هناك يعني فعلا مع دولة هناك في العراق ولها منهج ولها دستور تحترمه، وهو فقط مجرد شعارات ومجرد كلام. نعم. مع الأسف فارغ لا وجود له على أرض الواقع. نعم. كنت معنا عبر الهاتف من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب دكتورة فاطمة العاني، شكرا جزيلا لك.